ضمن برنامج الوعي السياسي 2 نظم معهد البحرين للتنمية السياسية محاضرة إلكترونية بعنوان المواطنة والمواطنة الرقمية الحقوق والواجبات والتي قدمها مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية العقيد الركن أحمد سعد رميحي. قد تناولت المحاضرة عدة محاور منها مفهوم المواطنة الرقمية وأساليب تعزيز المواطنة الرقمية الصالحة والسلوك القويم في استخدام التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي ومؤثر والمسؤولية القانونية الرقمية والإجراءات الجزائية على الأعمال والأفعال والأقوال في ظل القانون البحريني والحقوق والحريات التي يتمتع بها الجميع في العالم الرقمي، بالإضافة إلى الحماية الذاتية ودور إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في تعزيز التوعية والوقاية الإلكترونية في المجتمع. يتضمن البرنامج والذي تم تقديمه للمرة الثانية بسبب الإقبال الكبير الذي شهدته النسخة الأولى، يتضمن عددا من المحاور التوعوية الموجهة لكافة شرائح المجتمع، تهدف إلى نشر الوعي والمعرفة بالمتغيرات الوطنية في مختلف الظروف وتعزيز مدركات الأفراد بالثقافة السياسية بجميع جوانبها. ويهدف هذا البرنامج إلى التعريف بأهمية المشاركة الإيجابية والحقوق والواجبات كأساس للتطوير والتنمية، ويرسخ قيم المواطنة والانتماء الوطني وتقبل الرأي الآخر والحوار البناء. تكلمنا عن أهمية المواطنة الرقمية، ووضحنا أن المواطنة الرقمية هي توجيه وحماية، توجيه المنافع وأهمية المواطنة الرقمية وحماية من مخاطر الإنترنت واستخداماته. تطرقنا أيضا إلى بعض من بنود القانون البحريني اللي تحمي المستخدمين شبكات الإنترنت، وتطرقنا في الجانب الأخير إلى دور إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في نشرها للتوعية، بالإضافة إلى التزامنها إلى دورها كدورها الدور أصيل في إنفاذ القانون.